أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام جددا في هذا الفيديو الذي سوف أتحدث فيه عن المدلي الجزائري بونيف مصطفى بونيف. بونيف عرفت شنو هو بونيف؟ حنا كنقولوا بونيف لواحد المرض كيضرب، ماشي بونيف اللي عنده النيف زعما اللي شانو هما، لا بونيف هو واحد المرض كيضرب الكلاب، كنقولوا سير الله يعطيك بونيف، ولا كنقولوا سير هذا شنو تربي بونيف بالأمازيغية، ما نعرفوش كيقولوا حتى بالدارجة ولا لا. إذا فمصطفى بونيف دائما يعني كيحاول يصفق العسكر، كيحاول يصفق النظام، فهذا يعني راه ما غادي يديروا حتى حاجة، واحد النهار غادي يكون راه هنا الاعتقال وراه هنا الإعدام لماذا؟ فيعني الأمر طبيعي جدا أنه يصفق الآن وسوف يصفق من بعد. المغرب كبير عليك بزاف، يعني واخا تحاول واخا تحاول يعني دير اللي درتي، فالمغرب دائما كيبقى كبير عليك، كبير بزاف كبير بزاف، لا انت ولا بن خنزيره ولا الاسلام ديال 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 النظام. المغرب راه كبير عليكم بزاف هكاك، المغرب كبير في كل شيء. اتحداك تقول لي شنو قدمتوا للشعب ديالكم، شنو قدم لكم الجزائر الكبران، شنو قدمت لكم، شنو عطاتكم، شنو دايرين، شي حاجه تفتخروا بها تما. راه ما كيجيو عندكم سياح، لانه دائما تسوقون للارهاب، دائما الارهاب الصباح العشيه التلفازه ديالكم عامره غير بهذا الشيء، كتخليو الشعب حتى كينسى شي شويه، كتوليو تربوا له المسائل ديال الارهاب. الحاجه الثانيه، السياح اللي دخلوا عندكم، اللي داز جيت سميتو، اللي خرج شويه على لازون المدونو، هذا كيتم يعني النفي ديالو، ما كيبانش، وكيلصقوها الجلالي حماد قدور الى غير ذلك، يعني كتنفقوا تهم للشعب انهم هما اللي كيمارسوا داك الارهاب. ما درتو اصلاحات، ما درتو استثمارات، اي استثمار جا عندكم كيمشي، لانه ما عندكمش الحاجه الاولى هي الامن. راه الدوله اللي كيدخل فيها العسكر في السياسه ديال الدوله راه دائما كتكون مهدده، لانه كتكون ديكتاتوريه، وكيكون فيها واحد كيكون فيها الحيف، وكيكون فيها ديك العافيه تحت الرماد، راه في اي لحظه غتنفجر. اذا ف يعني ما قدمتوا حتى حاجه، واضافه الى الدعم اللي كتقدموا الدوله ديالكم، العصابه ديالكم، البوليزاريو ما كيجيكم ما ولاد خالكم ما ولاد عمتكم ما حتى حاجه، نتوما كتصرفوا عليهم لله في سبيل الله من اموال الشعب الجزائري، كيصرفوا عليهم هكاك لله في سبيل الله. علاش؟ باش يديرونجيو المغرب. المغرب راه ما كيديرونجاش، المغرب راه ما عمرو يديرونجاو، قلت لك راه المغرب راه كبير عليكم بزاف، المغرب راه مشى بزاف ديال الحوايج، راه وغادي هكا غادي. حتى اسرائيل راه نفس الفيلم، حتى هي راه شحال من واحد كيديرها، وشحال درت من حرب، شحال درت من كذا، شحال من درت، هي ديما الرباقه العمله ديالها دايره بحال البصله، هاد البصله دابا راه غاليه. وبالنسبه لتونس كذلك، حتى هي ديك راه تما حداكم، حتى هي راه واكله العصا، وانتم زايدين ضاغطين عليها، كل الكلام الشامل. وكذلك الاردن، حتى الاردن راه فيها المد والجزر، كاين سوريا راكم عارفين شنو واقع فيها، لبنان الى غير ذلك. فلبنان يعني راه يعني كتعيش دابا واحد الفضيحه كحله. إذن فإسرائيل يعني متقدمة، عندها صواريخ، عندها أسلحة، عندها القبة الحديدية من الاختراع ديالها، عندها الدرون، عندها الاختراعات على المستوى الفلاحة إلى غير ذلك. وانتم راه ما قدمتو حتى حاجة، راه كتبقاو هكاك، راه هكا غتبقاو دائما المروك 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 الصباح العشية، المروك الصباح العشية، وفي آخر المطاف شنو غتربحو؟ غتربحو بلا ما نقولها، المهم راكم عارفين شنو غتربحو. إذن بونيف إلا بغيتي تهضر، هضر على الجنرالات، على الكبرانات ديال فرنسا، شنو دايرين، شنو قدموا، شنو عطاو، شنو دايروا لكم، شنو كيديروا. هضروا على التنمية في بلادكم، هضروا على استقلال بلادكم من هذاك اللي قال لك راه ما عندكم لا تاريخ لا أصل لا مفصل. هضروا عليهم، على هادو على غتهضروا، قطعوا هادو اللي قال لكم راه ما عندكمش تاريخ، لهزين الجماجم ديال جدودكم، حاطينهم في المتحف كيزوروهم وكيبيعوا فيهم ويشريو فيهم. هضروا على هادو. اما المغرب راه بعيد عليكم، المغرب راه ما مسوقش لواليكم كاع، راه من واحد من طقطق حتى السلام عليكم،
انتم صاحبي ما دايرين حتى الاخر، ما دايرين حتى الطواليطه طلع السكر ديالكم فين غيخرج؟ عطيوهم صاحبي الماكله، عطيوهم ياكلوا، عطيوهم ياكلوا، انتم ما عندكم لا ماكله لا سلاح لا زمر، جاب لنا غير بالهضره. يا المهم تهلاو.